بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسكننا بجوار بيته وأنزل بلغتنا آخر كتبه وبعث فينا خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. أمير النور والتنوير، المثقف الذي يرى بالفكر، والشاعر الذي يرسم بالكلمة، والإداري الذي يعرف كيف يكتب معادلة النجاح. 55 عاماً في بحر المسؤوليات، ولا يزال بهمة الشاب الأول بصهيل الأصايل في الميادين. مدافع أشم عن قيم السعودي وطناً وإنساناً، يملك مخزون المعرفة قبل حتى أن يدخل مدارس الأحساء، وقبل أن تعرفه أكسفورد في رحلته الجامعية على عوالم الآخر. ابن ملك وأمين سر الملك، رجل المهمات الخاصة الذي يرفع من حضور بلاده ليكون رفيع المستوى، صانع نجاحات الحج وأمين البناء وتنمية الإنسان. أسس همم الشباب قبل 40 عاماً، ومر بجبال عسير معانقاً غيمتها، وعقد مع المطر صفقة المجاراة لترتوي الحياة ويعظم الإنجاز. استمر هطوله في مكة في رحلة أولى، ومنح ضياءً مختلفاً في شهور التربية والتعليم. عاد ليكتب صياغة العالم الأول في مكة، قلب البلاد والمسلمين. رسام تجريدي يقف عند لوحة المستوى الأعلى، وشاعر قديم الغوص في درر البناء وتكوين الناس. استثنائي العمل، لا يزال يبهر برقه وطناً وأوطاناً، وفيه المطر في دائرة العدسة والصوت. الأمير خالد الفيصل. ألا نعما بخالد إن ذكرنا، أصيل من أبات خالدين، فمن آل السعود له جدود بهم نعما ونعما في البنين. أمير شاعر شهم نبيل، وسيرته منار المقتفين، بعمق الفكر شيد كل صرح، مضيء مجده للسالكين، وقور صادق العزمات شهم، ولا تحتاج مدح المادحين. أي إنسان يريد أن يكون له مكان محترم في هذه الحياة لا بد أن يكون له مبدأ، ولا بد أن يكون له هدف، ولا بد أن يكون له أخلاق. بدون المبادئ وبدون الأخلاق وبدون تحديد الأهداف لن يصل إلى نتيجة. الاستقرار أساس النهضة وأساس النمو وأساس التنمية. لا نهضة ولا نمو ولا أمن إلا بالاستقرار، فكلها مرتبطة مع بعضها. بدون اقتصاد ليس هناك تنمية، وبدون تنمية ليس هناك ثقافة، وبدون ثقافة ليس هناك فكر. وعالم لامتلاك الدنيا يسابق الزمن، وعرب تحاول الاحتفاظ بوطن. وعالم لامتلاك الدنيا تسابق الزمن، وعرب تحاول الاحتفاظ بوطن. وهناك إبهار وهنا غبار، وليل هنا وهناك نهار، تشتت الفكر وتاهت الأبصار، وقتل العرب وهدمت الديار، وهجر الرجال والنساء والصغار. ولأجل ماذا كل هذا؟ لتحل فرس وروم وعار، وتعم فوضى ودمار، وتكون القدس خيار.
ثم قيل إنه الواقع العربي. أيها الواقع العربي أفق، كفاك شباتا وكفانا انتظار، ولن نقبل بعد اليوم اعتذار، فما زال لنا عقل وفكر وكفاح ومسار. والسلام عليكم. رؤية المملكة العربية السعودية أن يصل عدد الحجاج في الأعوام القادمة إلى 5 ملايين. نحن نتطلع إن شاء الله لحج ذكي، وهذا بواسطة استخدام التقنية في كل أعمالنا المستقبلية، وسوف نحرص إن شاء الله على أن يكون مشروع تطوير المشاعر المقدسة الذي سوف يطرح قريبا إن شاء الله للتنفيذ أن يعتمد اعتماد كلي على التقنية وعلى الاتصالات السريعة. الإسلام دائما يحثنا على تقدير المرأة، لأن المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الابنة، ولذلك يجب أن نقدمهم ونعطيهم المكانة اللائقة بهم، وفي الحرم أو في خارج الحرم. الإسلام كفل لهم هذه الحقوق، سوف تكون العناية بهم هي الأولى إن شاء الله. أنا أقف هنا مسرور لأشكر الأمير خالد الفيصل ابن البطل فيصل بن عبد العزيز. شكراً.